السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، وصباحية جديدة من صباحات وأمسيات البلدة هنا. اليوم مع شاطئ جديد، وهنا طبعا حيث يحتفل الأهالي بهذا الموسم السياحي الجديد والفريد لهذا الموسم. اليوم نحييكم من شاطئ شحير الفريد هنا بمجموعة من الفعاليات المختلفة لمجموعة طبعا من المنظمين والفرق المشاركة والفعاليات المختلفة والأطفال والعوائل والأسر الحاضرة والمتواجدة. وطبعا كالمعتاد شحير تنظم هذه الفعاليات تحت شعار شحير بلدتنا غير، مع مجموعة من الفعاليات السياحية والترفيهية المختلفة. أهلا بكم مع مجموعة فقرات هذه الحلقة وعلى شاطئ جديد من شواطئ البلدة. أهلا بكم مع هذه الحلقة. الإبداع واضح هنا والإبداع غير في شحير، إبداع جميل. تورته مع شعار قناة حضرموت، ما شاء الله نفس التصميم ونفس الإبداع. وهنا طبعا على شاطئ البلدة، برنامج على شاطئ البلدة هو إهداء طبعا هنا من الإخوة في شحير وأيضا منظمي هذه الفعاليات. وهنا أيضا نتعرف على الإخوة المنظمين. الأخ عادل سعيد دحدح. الأخ طبعا عادل سعيد دحدح، طبعا دورك في تنظيم الفعالية؟ في الفعالية أنا مسؤول العلاقات العامة في ملتقى شباب صابر التطوعي بشحير. ملتقى شباب صابر التطوعي يعني بماذا؟ يعني بمعنى معنى التطوع في خدمة الأهل والناس اللي يخرجوا للساحل. ما شاء الله، قدمتوا هذه التورتة إهداء لمن؟ إهداء لقناة حضرموت وتشريف لهم لزيارتهم لأول مرة ساحل شحير. طبعا تأخرنا عليكم. تأخرتوا كثير، انتظرناكم أكثر من 3 سنوات. حقيقة طبعا شحير فاجأتنا، تأخرنا كثير عليهم طبعا لكثرة الشطآن وطبعا ربما أيضا وقلة أيام البلدة، ولكن إن شاء الله نستمر معكم. وهنا طبعا الإعلامي عبد الله الشعملي، ما شاء الله أيضا مقدم حفلات حتى من المملكة، واليوم طبعا هو أيضا مندوب قناة حضرموت هنا ومنسق لهذه الفعاليات. عبد الله، كيف الترتيبات التحضيرات لأهالي شحير طبعا لموسم البلدة؟ اولا نشكر طاقم قناة حضرموت برنامج شاطئ البلدة على نزولهم، صراحة شرف كبير لشباب واهالي هذه المنطقة بنزول هذا الكادر المميز لتغطية هذه الفعاليات، فعاليات موسم البلدة بساحل مدينة شحير. شحير بلدتها غير ان شاء الله، وبوجودكم غير اكثر واكثر. ما شاء الله شعار جميل، يعني متناسق مع التفعيل، شحير بلدتها غير. ايه شعار لثلاث سنوات هذا نفس الشعار؟ لا والله، هذا الشعار يعني تم تفعيله أكثر في هذا الموسم كجانب إعلامي وتغطية أكبر، لكن كان الشباب من قبل خلال سنتين سابقة ينظمون الكثير من الفعاليات، الكثير من الحملات التطوعية هنا على الساحل، يعني جانب حالات الطوارئ والغرق في شباب متطوعين موجودين. يكون متواجدين اليوم؟ إيه موجودين، هذا الآن كثير من الشباب عندكم موجودين. هذه الحملة ينفذها فريق تطوعي بجهود شخصية وإسهامات شبابية خالصة بدون أي دعم للأسف من الكثير من الكوادر. نسأل إن شاء الله أنه في السنوات القادمة يولون اهتمام لهؤلاء الشباب. يعني السلطة المحلية ما تولي اهتمام كبير؟ لم تولي اهتمام كبير للشباب. إذن دعوة طبعا لكل المنظمين، شحير تمتاز بشاطئ جميل جدا مثل المناطق الأخرى، إن شاء الله يكون اهتمام أيضا بهذه المنطقة وهذا الشاطئ الجميل إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا هنا في هذه اللحظات طبعا تقص هذه التورتة، ونفتح معكم ايضا موسم او حلقه طبعا جديده من على شاطئ البلده من النيل. طبعا نقص قص. يلا بسم الله. هنا الاموال طبعا ترتفع ومع مدها هنا على شاطئ شحير. نبدا معكم طبعا مجموعه من طبعا اللقاءات هنا مع مجموعه من الاخوه الحاضرين والمتواجدين. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. نتعرف على اسمك الكريم. عبد الله سيد مرايا. من وين يا عبد الله؟ من غير بوزير. طيب ما شاء الله جيت شحير اكيد يعني عشان البلده. علشان البلده. طيب ما شاء الله معك الامورات. الامورات بناتك؟ ايوه. نتعرف عليهم. ميار عبد الله وملاك عبد الله. ما شاء الله. كيف شفت شحير مع موسم البلده؟ بصراحه روعه. جميل روعه جميله مره.
كل مره تشحر؟ كل مره، كل سنه. طيب ما تروحون المكلا بعيد؟ لا لا لا، نروح راح حضرنا الكرنفال والافتتاحيه. بس تعتبر شحر اقرب؟ اقرب لنا. حياكم الله. الله اصحاب الغل طبعا يعتبر الشاطئ شحر هو الاقرب بالنسبه لهم، وبالتالي يتوافدون الى هنا، ونحن ايضا معكم نواصل هذه طبعا اللقاءات وهذه الانطباعات هنا لرامي. طبعا نواصل هنا للحاضرين طبعا والمتواجدين معنا. اسمك من؟ وليد صالح الحبابي. رفع صوتك. وليد صالح الحبابي. من وين؟ من غالبة وزهر. طيب في شحر؟ نعم في شحر. ما شاء الله. لا معي دخل يا شباب. يلا ايش تذكر، تكرر هذه العبارة ثلاث مرات سريعة. ما بحر البلدة أبرد من مطر البرد. ما بحر. سريعة يلا. ما بحر البلدة. تعال هرب هرب ولا مير. طيب خلاص منكم واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب الازدحام الشديد والمياه شوي. بس معنا هنا طبعا مجموعه من الاطفال، نتعرف عليكم. اسمك؟ رفع صوتك. عبد الله عمال الحيقي. الحيقي. وانت؟ اسمي يحيى عمر بن عمر بن عمر. وانت؟ عمار صالح الحبابي. علي هشام المعري. وانت؟ سلام عمر من خبران. طيب ما شاء الله هذا اصطاد طبعا سمكه معه، ما شاء الله سمكه طازجه هذه. جبتها من البحر ولا من البيت؟ من البحر. دي صدتها؟ ليش؟ بالوسمنة بالشبكة. ما شاء الله صياد انت؟ تخرج البحر. طيب معانا لكم بس يعني على السريع، هذه لك ولا لمن؟ هذه لك دي لي. طيب بنسوي سباق بينكم، اللي يفوز تعطي له هذه السمكة، ايش رايك؟ ابشر بالله. عادي؟ ايوه ما شاء الله عنده نخوة وعنده. يلا واحد سنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة على وقت. واحد اثنين ثلاثة ستة سبعة ثمانية. للأسف طبعا لم يفلحوا ونحن معكم. واحد سهل ما عرفتولها. يلا ثلاث مرات على السريع. ما بحر البلدة أبرد من مطر البرد؟ يلا. ما بحر البلدة أبرد من بحر أبرد من مطر البرد؟ ما بحر ما بحر سريعة سريعة بس يلا. ما بحر البلدة أبرد من ماء من مطر البرد؟ من مطر البرد. سريعة. ما بحر البرد البلدة. ما شاء الله المياه يبدو أنها طبعا هنا يعني مد. والله ما بحر البلدة أبرد من مطر البرد. ما بحر البلدة أبرد من من مطر البرد. نواصل معكم مع هذا الازدحام الشديد. هنا طبعا الإبداعات التي تتجلى على الشاطئ، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. منظر جميل جدا، وطبعا ما أدري تم منحته أم بناؤه أم تشكيله يدويا هنا أم هو جاهز. مجموعة من الشباب، من اللي صاحب الفكرة؟ أنا. طيب نتعرف عليه. هشام الشاعملي. من وين؟ من شحير. من نفس شحير. والأخ؟ عمر الشاعملي. لهم مساعدين لك ولا؟ أيوه مساعدين. من المساعدين؟ وين اثنين؟ وينهم؟ أوه تعال. طرب على. من اسمهم؟ وين قحطان؟ وين قحطان؟ أوه تعال يا هادي. يستحون. طيب قلت لي كيف الفكرة وإيش أول عرف المشاهدين عن هذا المجسم؟ والله نحن سمعنا ان قناة حضرموت بتجي يبغون فنانين تشكيليين، طبعا نحن مش فنانين بس الفكرة كذا هو مبدعين. قلنا يلا بنحط شيء مجسم كذا يكون تشكيلة ومنظر حسن الغويزي. ايوه بالضبط. واضح ما شاء الله، وربما لو جيت هنا وكأننا في المكلة الان صح؟ حياك ما شاء الله ابداع. حياك. هذا من متى؟ من الصباح من الظهر من الفجر؟ والله قبل يمكن نص ساعة يمكن. هذا خلال نص ساعة تم تصميمه؟ نص ساعة. وهذه ما شاء الله حماية عشان ده حماية قبل شوية كان بيتكسر كان يعني معاه مسهلينك تجيب بس ما كان بيكسر، الحمد لله لقينا الحماية دي. جميل إبداع، بس المشكلة هذه الفنون يعني ما تستمر طويلا، أم تأتي أمواج أكيد أكيد بس يتم توثيقة من خلال التصوير وتبقى. أكيد صورنا نحن والحين بنصور. طيب إبداع جميل، أعطي لهم تحية يا شباب هذول. إبداع. أنت مساعد؟ ايوه مساعد. طيب كيف جات الفكره؟ والله الفكره جات كذا يعني نحن كنا تصورنا يعني لازم نسوي شيء يعني. هل كنت سويتم مجسمات من قبل؟ لا والله يعني كله كذا بس نجي على البحر يعني تولى كذا يا مان بس الشباب. حياكم الله. كيف حالك؟ الحمد لله طيبين. محفوظ الحيقي. ما شاء الله الحيقي من الغيل صح؟ لا لا من شحير. من شحير نفسها. نعم ايوه. بعضهم من الغيل. ايوه من الغيل والعيون كل مكان. كيف البلده في شحير؟ والله بلده حلوه ان شاء الله. بلدتنا غير جميله. جميله الحمد لله. تحضر كل يوم؟ لا بعض احيان. تتغسل ولا تصم؟ تغسل ونتولى نصم ونتولى. ابداعات جميل يعني، بس طبعا نظرا للازدحام وايضا كثره الابداعات هناك نواصل معكم وعلى شاطئ البلده من شحير.
الازدحام شديد جدا في شحير، طبعا ربما لم نتوقع هذا الإقبال الكبير هنا على هذه الشطآن، ولكن السياحة تتميز هنا. طبعا مجموعة من الأطفال الحاضرين ما شاء الله يقدموا هذه الورود، كيف حالكم؟ خير. كل عام وانتم بخير. من شحير؟ من الغيل. انت من الغيل وانت؟ من شحير. ما شاء الله، الغيل وشحير ومجموعة من الزوار الحاضرين هنا. هذه الورود طبعا يقدموها للقناة للمصور أحمد وهذه المخرج رامي. طبعا هنا طبعا الأطفال حاضرين ومتواجدين، معاكم أكيد مشاركات ومعاكم أيضا فعاليات. أهلا وسهلا بقناة حضرموت على شاطئ البلدة شحير بلدتها غير. اسمع لها أقوى تحية. وانت ايش تقولين؟ أهلا وسهلا بقناة حضرموت على شاطئ بلدة شحير بقناة شحير بلدتها غير. شحير بلدتها غير، واسمع أيضا تحية. شحير بلدتها غير وفيها أيضا بلدتنا غير هنا مع مجموعة من الفعاليات المختلفة وعلى شطآن البلدة في شحير. وإبداعات الفتيان هنا والأطفال الموجودة ما شاء الله، السمك الطازج هنا في القارب الصغير الذي تم تصميمه هنا مع مجموعة من الفتيان، تعرف عليهم هنا في شحير. الله خالد بساقي. علي هشام المعري. عوض محمد الحاج الحقيقي. طيب ممكن وانت معاه؟ قرب شوي. ها؟ طيب هذه ايش يعني، اشرح لنا ايش هذا التصميم وايش هذه الفكره؟ تصميم هذا التصميم معناته جينا بينا بنلقي قارب معناته كده نشوف الناس يريضون قمنا ريضنا معه. انتوا صممتوه؟ اه. كم استغرق منكم، ساعه نص ساعه؟ نص ساعه هو. جميل. وايضا هذه السمكه طازجه ولا؟ طازجه. طازجه، سمك طازج هنا من البحر نفسه؟ اه. من بحر شحير. بحر شحير طبعا ان شاء الله يحفظ لنا هذه النعمة وهذه الإبداعات التي تتواصل معكم من شحير وعلى شاطئها. وأنت؟ نحن ساعدنا. أنتم مساعدين وأنت كمان؟ أنا مسك السمك. مساعدين. طيب البقية اللي في مناطق أخرى المغتربين إيش تقول لهم من شحير؟ إيش تقول اللي يشاهدونك؟ شكرا. شكرا. وأنت؟ مشكورين. طيب نواصل على الشطآن في شحير. الحاضرات هنا اسمك مين؟ بيان عبد الله بن قحطان. من شحير. وانت؟ ثريا سعيد ملعب ثاني. من وين؟ من الشحر. شحر؟ جيت شحير. ما بين الشحر وشحير هنا حاضرين. طيب ايش معكم انتم، انشوده ولا؟ وسالت يوم. ايوه. ايش هي؟ وسالت يوما. يلا تابع. وسالت يوما اين نوره الدرب اين هو الصديق أمضي أفاتش عنه عن أمل يصاحبني الطريق أبحث والأمواج تخنقني وأنفاسي تضيق وروح عطشاني لقائي يلفها شوق عتيق أين الصديق؟ أين الصديق؟ معاهم كورال ولا إيش؟ إبداعات تنشدين؟ يلا انشدين انشدوا. سودة من مؤلفاتي. يعني شاعرة؟ يعني من راسك؟ أيوة. يلا جيبي. تشعر شاعرة من يعني من تأليفها تقول؟ حق المدرسة الجلا عندي يعني. أنت كتبتيها؟ لا أيوة. يلا نشوف. كلمات ولحن. ألحانك وأداء. أيوة. يلا نتابع. مدرستي جلا مدرستي أنا تعلمنا فيها الأشياء، مدرستي جلا مدرستي أنا تعلمنا فيها الأشياء، مدرستي الجلا مدرستي جلا لا لا، مدرستي جلا مدرستي جلا لا لا، أنت يا مدرستنا أنت نورا وعلما، فيك يا احنا تعلمنا فيك يا احنا تربينا، انت يا مدرستنا. ممتازه ما شاء الله، هذه كلماتك؟ ايوه ما شاء الله، ولحن ايضا واداء. اسمع لها تحيه، اعطوا لك تحيه تستاهل انت. هذه برضو اموره صغيره، هذه اموره طيب هذه برضو اموره صغيره قالت معاها انشوده. معك انشوده ولا شعر ولا ايش؟ انشوده. أهلا بكل ضيوفنا، يا مرحبا بحضوركم، أنتم ضياء أرواحنا وسعني قلب ضيابكم. أهلا بكل ضيوفنا،
يا مرحبا بحضوركم، انتم ضياء ارواحنا، وسعني قلب غيابكم يا من انرتم حفلنا. الشكر موصول لكم، فبكم اتت افراحنا، فاليوم نلقايكم. ممتازين، شاطئ شحير من افضل الشواطئ انشادا وفنا ومشاركات طبعا طفوليه وابداعيه، لهم كل التحايا هنا طبعا ترتيب. وطبعا نستمر معكم هنا على شاطئ البلدة في شحير. إبداعات النحت طبعا تتواصل هنا في شحير وعلى الشاطئ والإقتراب طبعا من البحار، وهنا طبعا ما شاء الله إبداع. السلام عليكم. من اللي صمم يعني سفينة أو مقاول لومية؟ من المقاول؟ لومية يعني لومية. عبارة عن إيش يسمون، سمبوق ولا قارب؟ سمبوق. السمبوق هنا طبعا بتشكيلته ما شاء الله تشكيلة كبيرة، يعني ممكن يسع إلى 5-6 عادي يعني، ويدخل الى داخل البحر صح؟ ايوه. اسمك الكريم؟ سالم احمد الشعملي. من فين؟ من شحير. شحير الشعملي. وانت؟ سالم زين الجابري. جابري. وانت؟ عم سالم الشعملي. كانك خارج القار. لا انا. وانت اسمك من؟ هاشم محمد السبع. من؟ هاشم محمد السبع. من وين؟ من شحار. شحير، كلكم اصحاب شحير. وانت؟ عبد الله سالم بكواري. من وين؟ من شحار. طيب في عاد وسع في الكرسي هنا ولا يشيل السايق بس؟ هنا طبعا عادي، هنا طبعا على شاطئ شحير. صاحب نضرب صاحي، قول لهم صاحب نضرب هنا قصدك. آه. جاهزين؟ جاهزين جاهزين طبعا على البحر طبعا هنا، وتصميم جميل طبعا. ابداع طبعا جميل هنا يتواصل مع هذا السمبوق وهذا القارب، او طبعا ب يعني تصميم لل طبعا بسيط يعني قارب ولا باخره. لا قارب. قارب طبعا. باريه يعني صغير. صغيره بس ابداع صراحه في التصميم. ونبحر معكم الى البحر هنا في شطان شحير، نواصل طبعا معكم وهنا.
تحية، نعطي لهم تحية. تصميم آخر طبعا، يعني ما شاء الله إبداعات كثيرة جدا. هنا طبعا تصميم آخر لما يسمى بحورية البحر موجودة، حتى ما شاء الله مع الشعر، بس أخضر الشعر مع الماء أخضر لأنها تعيش داخل. طيب نتعرف على أبرز المبدعين في تصميم حورية البحر. اسمك؟ عبد الرحمن سيل الجابري. طبعا كلكم من شحير؟ نعم. ما بين شحير والغيل؟ فوق بدو. طيب بس من البقية اللي شاركوا معك؟ في مجموعة هذا وهذا. من صاحب الفكرة؟ صاحب الفكرة وين شرد شرد. اسمه من اسمه؟ اسمه اسمه حسن. مبدع مبدع فنان، في لقى حق هذا السلحفة و... طيب. يعني تصميمه خبرة. وانتم مساعدين؟ نحن مساعدين. وفي نتعرف على البقية الحاضرين. علي صالح الشاملي. من؟ علي صالح الشاملي. ايش دورك في اللي؟ دوري درون واحد نحت. درون سلبك ده شيء حاجه مكسوره. ايش السلبه؟ النقش والريس شكلها مكسور. يعني الترتيبات النهائيه. ترتيب تشطيب. درون يا تشطيب. و... صاحب الشعر هو صاحب الشعر. يعني صاحب سره. سره اللي لقيتها السره سهله. اهم شيء ما شاء الله كيف ابدعت في الشعر. دروري دي كيف جبته؟ جبناه حصلناه من البحر. دي ابداع. ابداع. طيب وهنا البقيه بس تعرف. حسن سالم الشعر. مبارك سيام. سيسام كوري. ما شاء الله ابداع جميل ما شاء الله. الى وصولا طبعا هنا الى الذيل لحور المصورون طبعا ابداع جميل. بس يا شباب لا حد يكسر هذه، خلوها تستمر عشرات السنين. خلوها ابداع بعدين تدخل البحر. تدخل البحر بعدين ما شاء الله. اعطي لهم تحيه يا شباب، اعطي لهم تحيه اقوى هذه الابداع. السلاحف والسلحفاة هنا بطبعا تصميم كبير وضخم جدا هنا لمجموعة من الشباب الحاضرين، نتعرف عليهم طبعا. وكتبوا على جانبها على شاطئ البلدة، وهنا البلدة في البلدة في شحير غير. اسمك الكريم؟ ولي السلام محمد الشاملي. صاحب الفكرة؟ الكل معنا نحن. طيب انتوا ايش عبارة عن جروب واتساب، عبارة عن فريق، عبارة عن مجموعة عائلة؟ عن مجموعة ملتقى جول شعام. تصميم جميل وإبداعي حتى مع يعني العيال، وأيضا باقي البيضة الذي لم يفقس بعد بيضة السلحفاة. يعني هذه الآن وسطها سلحفاة صغيرة، وسطها وحدة. وهنا بس نتعرف على باقي المبدعين. عبد الفتاح عمر بن مربان. رفعوا صوتكم. وانت؟ أسلام عبد الباسط الصباحي. والبقية؟ عمر عبد الله حمد الفتاح. سيسام كوري. من وين انت؟ من جول الشعاملة. لا تقول اسم الملتقى. ملتقى جول الشعاملة هذا اللي صوى الفكرة. جميل. والبقية وانتو؟ سين سالم الشعاملي. مارك رام الحبابي. اسماعيل عبد الله بكار. نعطي لهم اقوى تحية على هذا التصميم الابداعي هنا. يعني تصميم عادي ما شاء الله، قوة طبعا ومتانة هنا. طبعا ما حد يطلع طبعا فوق السلاحف، البعض ربما ايضا يخطأ. وهنا التصميم هو ايضا يوحي ورساله الى ان شحير ايضا تزخر بموروث طبعا سياحي كبير جدا. وهنا ايضا رساله للاحتفاظ والحفاظ مثل يعني على هذا الكنز الثمين هنا في حضرموت. الدولفين في شحير طبعا، وما تتميز به شواطئ شحير السياحيه هنا، والهاشتاج المستمر على شاطئ البلده وشحير بلدتها غير. احد المبدعين هنا نتعرف عليه. عود محمد البازار لعبه ثانيه. من شحير؟ نعم. ما شاء الله من وين جاء الابداع؟ والله كيف جاء هذا؟ عباره عن دولفين صح؟ نعم. ابداع التصميم هنا يتجلى في عمليه يعني النحت والبناء التصميمي ثم التلوين. يعني طبعا هذا ليس يعني لون الكثيب مش لون الكثيب البحري، ولكن عباره عن لون اخر من الكثيب الرملي اللي في العمق صح؟ في العمق. طيب اشرح لنا الصوره وكم استغرقت منك؟ والله تقريبا استغرقت منا كم نصف ساعه كذا. نصف ساعه بس تقريبا بس. والتلوين كيف تم؟ والله من الاثنين اللي تحت خرجناها وحطيناها من فوق. يعني ما جبتوا يعني رماد من مكان اخر؟ لا ما جبنا رماد من مكان، بس هذا اللي بحثناه من تحت وعملناه من فوق. كم اللي ساعدوك؟ والله تقريبا ثلاثه فوق بس معي. بس هذه مشكله ابداعات جميله، الان بتروح عليك اول ما يروحوا ذلوا بيكسروها عليك، كيف تحتفظوها؟ ها تصوروها بس. يعني صورتوها تصوير بس بعدين تنزلوها في اوراق وفي ملصقات وكذا فيسبوك وكذا. يعني جميل. تابعوهم ايضا على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي
في طبعا شحير وعلى يعني هاشتاج البلدة أو شحير بلدتها غير وعلى شاطئ البلدة. دوما طبعا تجدون هذه الصور وهذه التغطيات على شاطئ البلدة وموسم البلدة قناة حضرموت. إلي الله يا رب الكرام. طبعا مع هذه الشطآن الممتدة هنا في شحير وهنا شمس المغيب تغرب ونحن نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من على شاطئ البلدة هنا في شحير. شكرا لطيب متابعتكم هنا مع هذا الازدحام الذي يتواصل طبعا ونواصل طبعا معكم رصد هذه الفعاليات هنا من منطقة شحير. كنا معكم وبلدتها غير. التحية لكم من طاقم برنامج على شاطئ البلدة الذي كان معكم طيلة هذه الأيام. نأمل أن قد نقلنا لكم هذه الصورة وهنا من مختلف الشواطئ والشطآن الممتدة في حضرموت بمختلف شطآنها. شكرا لطيب متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي أمان الله تعالى وحفظه وإلى لقاء قادم آخر وجديد. هذه تحياتي سعيد بكر في أمان الله تعالى وحفظه.